لفتت السيارة الرئاسية التي استقلها الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوم تنصيبه أنظار العالم، وهي مصنعة خصيصاً للرجل الأول لتكون تحت أمره طيلة السنوات الأربعة لحكمه. الوحش كما يطلق عليها تعتبر تحفة تكنولوجية ودفاعية فريدة من إنتاج شركة كاديلاك لتوفر الحماية القصوى للرئيس. جرى تقديمها لأول مرة عام 2018 لتحل محل كاديلاك وان التي استخدمها الرئيس الأسبق باراك أوباما، وقد حملت الليموزين الرئاسية لوحة خاصة بالرئيس بايدن تحمل الرقم 46 في إشارة إلى أنه الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية، وهي جاءت كجزء من تكريم للحاكم الجديد بحسب ما كشفته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية. وزن السيارة الوحش 9 أطنان بسبب أنها مزودة بتجهيزات الأمان الإضافية وأنظمة التصفيح المضادة للرصاص والقنابل والأسلحة الرشاشة، وتبلغ كلفتها الإنتاجية 1.5 مليون دولار، مزودة بهاتف متصل بالأقمار الصناعية. النوافذ مضادة للرصاص مصنوعة من 5 طبقات من الزجاج والبوليكربونات. الأبواب مضادة للهجمات الكيماوية، والإطارات غير قابلة للثقب مزودة بحلقات فولاذية. كما تحتوي السيارة على رشاشات ومدافع للغاز المسيل للدموع، وأكياس دم من نفس فصيلة دم الرئيس، ومضخة للأكسجين للحالات الطارئة، ونظام إطفاء للحرائق، ومزودة في الأمام بكاميرات الرؤية الليلية. هيكل السيارة مصنوع من الفولاذ والألومنيوم والتيتانيوم والسيراميك، ومزود بصفائح فولاذية لحمايتها، وهي تعمل بمحرك V8 وطولها الإجمالي 5.5 أمتار، وعرضها 1.70 متر، وتتسع مقصورتها الخلفية لخمسة ركاب بمن فيهم الرئيس الأمريكي. مواصفات استثنائية كهذه تعتبر محل جذب اهتمام الرئيس الحالي جو بايدن، فوالده كان أحد أكبر وكلاء الشركة العريقة لصناعة السيارات شيفرولي، ما دفعه لاقتناء العديد من السيارات الكلاسيكية النادرة التي امتلكها منذ فترة الشباب ولم يفرط في أي واحدة منها.